وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عُمِل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. نعم، وهذا رواه ابن أبي الدنيا والذي قبل أيضا في العقوبات. وفي هذا الأثر أن تزلزل الأرض هو بسبب معاصي بني آدم عليها. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أورد هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه كتب إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل، شيء يعاتب الله به العباد. مر معنا قريبا، وإن كان سنده فيه مقال، قال: إن ربكم ليستعتبكم، إن ربكم ليستعتبكم، أي بزلزلة الأرض. وهذا المعنى يعني ذكره عمر بن عبد العزيز، وهو معنى صحيح. قال: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. معنى يعاتب به العباد، أي من الله عليكم بهذه الأرض ساكنة مستقرة تقيمون عليها مصالحكم وحاجاتكم وأموركم، تنامون نوما هنيئا، مستقرة أحوالكم، مطمئنين، فكيف يليق بكم وقد أنعم الله عليكم بهذه النعمة أن تعصوا الله فوق هذه الأرض وتتحركوا على هذه الأرض بالمعاصي، معاصي الله سبحانه وتعالى. فاهتزاز الأرض من تحتهم هذا من العتاب لهم حتى ينتبهوا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا للعباد وإنذارا وتحذيرا. ولهذا مثل هذه العقوبات تكون لبعض الناس باب خير. كم من إنسان كانت هذه باب خير الله فتاب إلى الله وأناب وصدق مع الله في توبته، قال: إن هذه الرجفة شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حاصل القول أنهم حثهم في هذا المقام على أمرين: على كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار. الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، والاستغفار يدرع عن الناس، يدرع عنهم شرورا عظيمة، ويجلب لهم أيضا خيرات عظيمة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم.